بصراحة تختصر في هادشي كامل، راني قلتها عندي، راه قلت شعار واحد غنبقى نعاودها. عندي عارفينو كاملين، راه تربينا عليه. أول حاجة قريناها يا الله الوطن الملك. نتمنى يا ربي الله راه زيد كفوفي وسجد الدعوة ديالي والوطن. كنشكر الشعب والناس كاملين اللي ساندوا فاطمة الزهراء وعاونوها وعرفوها بلا راه على حق. وسيدنا كنتمنى الرساله ديالي توصلوا وهو ياخذ لي حقي بيدو. بالنسبه لفاطمة الزهراء، التقارير الطبيه دارتهم وراك شفتوهم، ونتمنى الجامعه تاعي تخرج بالتقارير ديالها اللي كتقول بها، وديك الساعه نشوفوا من الحق من الباطل. وشكرا. اولا تنشكر الاخوان كاملين على الدعم ديالهم اللي قدموه لفاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء ما عندها لا اصابه لا والو، فاطمة الزهراء اتم الاستعداد. حنا الخبره الطبيه اللي درنا مؤخرا عند اكبر اطباء في المغرب، واحد في الرباط واحد في الدار البيضاء، نهار 4 في الشهر قال لك هذه البنت ممكن تلعب على المستوى العالي الهو نيفو، ما عندها لا اصابه لا والو، بالعكس الطوندو ديالها احسن ما كاين. يعني كان الاقصاء ممنهج، كانت شي حاجه في الكواليس. حنا داك الشيء علاش نطلبوا تحقيق من المسؤولين، ان يفتحوا تحقيق في الجامعه الملكيه باش نوضعوا حد. لا يعقل انها تصدع كله ولو ما يمكنش. من باش قلت لك الاقصاء كان ممنهج، البنت يلا المدرب الوطني وحتى المدرب المدير التقني اصلا ما كاينش في المغرب، لاجوندا ديالو عامره هو في الاتحاد الدولي في كذا في كذا. هذاك المدرب اللي كاين حاليا ما عندوش سي في كاع، مدرب جديد ما يمكنش. دوله المغرب هي الاولى في افريقيا في التايكواندو، خاصنا مدربين اكفاء. حنا عندنا اطر في المغرب وعندنا اطر خارج المغرب. ما تنهضرش على راسي، انا ما غنكونش، تنوعدكم ما غنكونش مدرب. نهضر على مدربين، كاينين مدربين في المغرب احسن مني، وكاينين مدربين خارج ارض الوطن. غتجيب شي مدرب، جيبوه في المدرب اللي يكون في المستوى، اللي حمر الوجه، اللي غيزيد بينا لقدام. مدرب كان عنده مشكل مع فاطمة الزهراء، ما باغيتش فاطمة الزهراء. ما نشوفش انا الافارقه كلهم، واش ما تيفهموش الافارقه كاملين فيهم مدربين يعني في المستوى العالي على الصعيد. خواو الميزان ديال فاطمة الزهراء، بقاو 4 الافارقه كاملين خواو الميزان. واش هذوك المدربين كلهم ما تيفهموش الا اللي عندنا في المغرب هو اللي تيفهم؟ مع مباراه وحده عباد الله، انا تنقول لكم مباراه وحده فاطمة الزهراء تأهل. احنا غير التأهل راه هو انجاز بالنسبه للدريه عندها 17 سنه.